السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا وسهلا بكم في قناة سامسونج. اليوم سوف نتعلم من سلسلة تعلم نظام لينكس في الحلقة 18 بعض المفاهيم وبعض الأوامر الجديدة. للملاحظة والتذكير، تكتب جميع الأوامر بعد في نهاية الحلقة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. أولا نتعرف عن نظام لينكس، أو الأوامر تتكون من كوماند وأوبشن وأرجمنت. لنوضح الفكرة، كوماند هو ls يكون، والاوبشن مثلا هايفن اس، وثم الارجمنت هو الفولدر المستهدف مثلا سلاش فولدر، او اذا كنا متواجدين مباشرة في مثلا ديسكتوب نقوم بسيت اب الفولدر مباشرة بدون سلاش. وثم لدينا تلتا، هي هذه العلامة التي تدل على سلاش هوم وسلاش يوزر. سلاش الاولى تدل على الروت، اي روت هوم وسلاش يوزر. ثم لدينا الهايفن التي تدل على الاوبشن، غالبا لدينا سنجل هايفن ودبل هايفن. السنجل هايفن مثلا سلاش داش ال، او هايفن ال، ودبل هايفن مثلا دبل هايفن اذر. ثم لدينا سلاش، ثم لدينا سنجل كوت، ثم تشاهدون هذه العلامة، ثم لدينا دبل كوت، وثم لدينا باك كوت التي قمنا بشرحها في الحلقات السابقة، وثم لدينا استريس هي النجمة الصغيرة، وثم لدينا باك سلاش، وثم لدينا سيمي كولن الفاصلة المنقوطة، وثم لدينا بيروت هي النقطة أو الدوت. وهذه المفاهيم سوف نقوم بتكرارها في الحلقات القادمة إن شاء الله. ثم لدينا مفهوم سامبليك، هو المفهوم الشورتكت أو الاختصار. ثم لدينا المان هايفن كي مان، هنا المان تعني الكلمة المستهدفة أو الكلمة المفتاحية ليقوم بعرض جميع الأوامر. وفي بعض التوزيعات هنا لا يستخدم أمر مان، أو ليس لديهم أمر مان يستخدم، فيقومون باستخدام أبروبس، وهو مثلا مثل أمر أو سيم نفس أمر مان هايفن كي، يقوم بالبحث عن الأمر. وثم لدينا الكولور والتايب أوف فايل، لدينا أنواع الكولور، لدينا بلاك أور وايت كما تشاهدون، وبلو وصايان السمائي، وجرين الأخضر. الآن لنقوم باستخدام ls هايفن l لنقوم بعرض الملفات. كما تشاهدون هنا اللون الأزرق، وهنا اللون الأبيض، وهنا اللون الأخضر. لنعلم هذه الألوان، اللون الأبيض أو الأسود هو regular file أو الفايل الاعتيادي، أو فايل مثلا .txt. وبلو لدينا directory file، directory file أي المجلد. وثم لدينا السايان السمائي، هو sunblock المختصر كما قلنا هنا، أو الاختصار شورت كات. وثم لدينا جرين، هو الملف التنفيذي أو البرنامج. هنا كما تشاهدون الملف التنفيذي هو هذا الملف ssh.sh التي يحتوي على execute، وهنا أيضا يحتوي على x، ولكن هنا مجلد يعتبر. الآن سوف نتعرف على أمر جديد، الأمر قمنا بشرحه في الحلقات السابقة، وهو هايفن اي الذي يقوم بعرض الملفات المخفية. كما تشاهدون هذه الملفات تبدأ بالنقطة، هذه هي الملفات المخفية. وثم لدينا ls-scatmob، هنا يقوم بفرز الملفات حسب الحجم. ولكن لنوضح الفكرة أولا نقوم باستخدام ls-l وثم scatmob وانتر. الآن كما تشاهدون يقوم بفرز الملفات حسب الحجم ويقوم بترتيبه. ولنجعل الملفات أيضا مفهومة حسب الأحجام، نقوم باستخدام human readable أو قراءة الإنسان، فقط نقوم بإضافة ال h. كما تشاهدون هنا لا يقوم بتحديد المساحة، لأن الملفات صغيرة أصغر من الكيلوبايت، أو هي باعتبارها البايت. الآن clear، نذهب إلى الأوامر الأخرى. أمر ال d وهو الأمر الذي يقوم بفرز الملفات حسب الوقت الجديد كما تشاهدون. وثم ننتقل إلى الأمر الآخر وهو ls-r الذي يقوم بقلب العملية، أو بترتيب، أو بعكس عملية ترتيب الأحرف حسب الترتيب الأبجدي. هنا كما تشاهدون A إلى V أو A إلى Z، ونقوم بقلب بعكس العملية، نقوم باستخدام R لتكون Z إلى A. الآن كما تشاهدون فيديو وثم A.
الآن نقوم بعمل كلير. نذهب إلى الأمر الآخر وهو R-Capital لعرض محتويات كل مجلد. نذهب إلى الديسكتوب لنقوم باستعراض المجلدات. لدينا هنا المجلد باللون الأزرق وهنا لدينا مجلد ثاني. لنقوم باستعراضه من خلال أمر LS نقوم بكتابة هايفن وثم R-Capital. يقوم بعرض الملفات وما في داخله. هنا كما تشاهدون يحتوي على مجلد وثم فايل. وهنا قام بالدخول الى فايل ليس او فولدر ليس وثم عرض المحتوى وايضا الفولدر والملف. دخل الى الفولدر الثاني سكسسفول اي تم نجاح العملية او النجاح. هنا وجدوا الملف لا يحتوي على شيء فتركوه فراغ. كما تشاهدون هنا سبلستر ايضا نفس الشيء قمت بعمله. لنتأكد نذهب إلى الفولدر نقوم بإضغام نذهب إلى الفولدر TWW نقوم بفتحه كما تشاهدون list و TWG نذهب إلى 6 list me وندخل إلى 6 لا يوجد أي شيء كما قمنا بتنفيذه هنا. الآن clear. لنذهب إلى طباعة صاحب الملف أو order أو S نقوم بكتابته وثم hyphen hyphen نقوم بكتابة double hyphen order hyphen L نقوم بعمل enter. كما تشاهدون هنا صاحب الملف سام السعد أيضا وهنا أيضا الروت لدينا في العالم. الآن نتعلم على الاختصار أو كما قلنا assign block أو shortcut لنتعرف عليه. نقوم بكتابة ls ثم اعتذر ln نقوم بكتابة ln-s ونقوم بكتابة اسم الملف المستهدف مثلا لنشاهد انواع الملفات التي لدينا مثلا الملف source والمستهدف لدينا. نقوم بتصوير هذه الشاشة نقوم بكتابة نقوم بعمل clear ثم ln-s source كتابة source. الآن نقوم بكتابة اسم الملف أو الشرطة مثلا ss. هنا كما تشاهدون هذا هو الملف الذي قمنا بعمله أو شرطة. الآن لنشاهد محتويات الملف ندخل إلى الملف هنا شرطة أيضا نفس محتويات الملف. الآن لنقوم في تغيير محتويات الملف من خلال سورس. نقوم بضبط مثلا 7 هنا ونقوم بعمل سيل ولنشاهدون ايضا تتغير او لا تتغير. كما تشاهدون نقوم بعمل ريبوت ايضا كما تشاهدون هنا تغير بعدها بعمل ريبوت وهنا بعدنا في الشورت كات. عندما نقوم بعمل من الشورت كات نقوم بإضافة F كات مثلا في الملف شورت كات نقوم بالذهاب إلى ملف سورت وثم نقوم بعمل ريبوت. هنا نشاهد أيضا تغيرت السورس أو المصدر. الآن نقوم بحذف الملف سورس. أولا قبل الحذف لنتأكد ما لون الملف عبر ls-l. الآن كما تشاهدون لون الملف هنا سمائي هنا مو هنا مختصر من سورس. لنقوم بتكبيرها وإعادة الأمر أيضا مرة أخرى كلير وثم ls-l. كما تشاهدون هنا الملف المختصر هنا المصدر سورس مصدر الملف وهذا لون الملف كما تشاهدون الورق. هنا يعبر عن اللون على الاختصار او شورت كات كما ذكرنا. لنتأكد من حجم الملف كما تشاهدون 540 بايت. لماذا 540 بايت؟ لان السورس 540 بايت. هنا الان نقوم بحذف الملف الاصلي نقوم بحذف السورس نقوم هنا من حذف السورس نقوم بعملية ديليت. نشاهد هل الملف الاخر يفتح؟ كما تشاهدون الملف الثاني لا يفتح لنا المصدر هنا بحذف وايضا اذا قمنا بفتحه هكذا ايضا لا يفتح الملف. وين فتح الملف لا نشاهد اي شيء خلاله لان تم حذف المصدر.
ومع السلامة. نتمنى كانت الحلقة مفيدة لكم، ونعتذر إن كانت مطولة الحلقة لكم، ولكن حاولنا أن نختصر جميع الأشياء، وفي التفصيل نختصر يتضح لكم الأمر إن شاء الله. وشكرا لكم وشكرا للمتابعة. إن شاء الله نلقاكم في فيديو جديد نقوم بشرح الملفات المضغوطة إن شاء الله، تقريبا تكون في الحلقة 20 أو 21. مع السلامة.